برانديفو اليوم مشاهدينا رح نحكي عن تجربة تربوية لمجموعة من الشباب البقاعي. الفكرة انطلقت إذا بدكم بطريقة كتير بسيطة بضيعة أو قرية برشية، بعدين توسعت الفكرة وانتشرت بسرعة للضيعة والقرى المجاورة إلى أن وصلت لمنطقة البقاع الغربي وكمان البقاع الشمالي، وأطلقوا على نفسهم اسم جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني. تفاصيل أكثر مع ضيوفنا، برحب برئيس الجمعية دكتور عبد الله الطسي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا أهلا. وبرحب بدكتور خالد الصميلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور سهل. خالد حضرتك أمين سر الجمعية. الفكرة لهالجمعية انطلقت بكل بساطة مع نشاطات قمتوا فيها بمنطقة رشية وانتشرت بسرعة، خبرنا كيف انطلقت وبأي ظروف هالجمعية؟ هي بلشت الصراحة بقرية صغيرة، قرية خربت روحها بقضاء رشية. كانت الفكرة هي أنه مساعدة طالبين شباب من الضيعة بالجامعة، مساعدتهم كانوا تعثروا شوي ماديا بإكمال الجامعة، وانطلقت الفكرة من ثلاث شباب من هيدي القرية الصغيرة أنه تساعد هودي الطالبين ومشي الحال. تاني سنة اشتغلنا مع 14 طالب ولكن بطريقة مش بعدها ما كانت رسمية، وبسنة 2010 شكلنا جمعية رسمية تحت نعم. المخابر، وصارت جمعية الشباب البقاعي وانطلقتوا رسميا من وقتها. ولكن كبداية كانت مبادرة من قبل عدة أشخاص لمساعدة كمان عدة طلاب تيأمنوا صوت الجامعة. بالتأكيد. اليوم شو بتشمل خدماتكم بهالجمعية دكتور طسي؟ الخدمات هي هلأ عبارة عن توجيه تربوي وخدمات تربوية وأكاديمية لطلاب الجامعات بشكل رئيسي، ومنساعد كمان طلاب الترمينال بأنه إذا عندهم بامتحانات الدخول على الجامعات وبامتحانات الرسمية نعمل دورات تقوية، نعمل دورات كمان لأساتذة المدارس بكيفية توصيل المعلومة للطالب بشكل جديد وأسهل، وأهم شيء هي النقطة الأساسية هي مساعدات المادية لطلاب نعم. الجامعات المميزين ولكن اللي عندهم شوية نقص مادي بتلبية حاجات نعم. الجامعات. دكتور سمايلي، بالماضي كنتوا بس تقدموا هالخدمات أو هالفرصة لطلاب الجامعات، نعم. هالسنة لأول مرة عم بتقدموا، عم تفتح الباب كمان لتلاميذ الترمينال. نعم. ليش هالشيء؟ نحن وجدنا أنه المنطقة عندنا وخاصة بالتعليم الرسمي بالثانوي في حاجة عند عدد من الشباب المتفوق بالثانوي، وتواصلنا مع مدراء الثانويات في المنطقة ومع عدد كبير من الأساتذة اللي هن أعضاء بالجمعية، ووجدنا أنه واجبنا نحن نفوت على الثانويات من بموضوع التوجيه بموضوع المساعدة في الثانويات، لأنه في بعض الحالات ما بتقدر تدفع حتى القسط الرسمي المقرر من الدولة بالثانوي، لأنه عندهم بيبقوا في مسألة نقل كذلك. نعم. شباب إذا بتريدوا بدي كباية ماي لدكتور طسي. بهالوقت بدي استفيد من خبرتك أنت، المصاري نعم. كلها عندك دكتور سمايلي. كيف تم اختيار الطلاب اللي بيحصلوا على هالمنح الجامعية؟ نعم، نحن داخل الجمعية في لجنة اسمها اللجنة الأكاديمية، بتشمل حوالي 18 ل 20 عضو أستاذ جامعي، معنا مدير عام التعليم العالي في لبنان هو عضو في اللجنة الأكاديمية وفي الجمعية، مدراء ثانويات ومدراء في الكليات في الجامعة اللبنانية، هودي بيدرسوا الطلبات اللي بتتقدم بشهر آب إلى الجمعية عبر الويب سايت وعبر أعضاء الجمعية. اللجنة بتدرس كل طلب بطلبه بموضوعية وبتاخذ قرار بكل شخص حسب معطيات معينة، منها الواقع الاجتماعي للطالب، العلامات والتميز عند الطالب، أهمية الاختصاص اللي هو متقدم عليه والجامعة اللي بده يروح عليها. أكيد نحن منوجه أكثر الطلاب اللي وضعهم الاجتماعي صعب أكثر نحو نعم. الجامعة اللبنانية ونحو اختصاصات الجامعة اللبنانية. يعني بالدرجة الأولى الحاجة المادية هي اللي بتحدد نعم بالدرجة الأولى هي الحاجة المادية نعم والاختصاص، ومنروح نحو كمان المهني وخاصة في التمريض وفي اختصاصات مهنية لها سوق عمل كذلك. العلامات اللي بيحصل عليها الطالب قد ايه بتلعب دور باختياره؟ بطبيعة الحال العلامات نحن حاطين حد أدنى بده يتقدم الطلب، بس بده يتقدم الطلب بده يكون عنده حد أدنى 11 من 20 الطلب ليتقدم على الجمعية لحتى نبلش ندرسه، ولكن بطبيعة الحال العلامات كل ما كانوا الطالب متميز أكثر كل ما صار عنده حظ أكثر، كل ما صار واجبنا نحن كجمعية نقف حده أكثر. بتتلقوا الطلبات من كافة المناطق اللبنانية أو بس بالمنطقة اللي أنتم انطلقتوا منها؟
نحن حاليا الحقيقه عم نتلقى بمنطقه البقاع، في بعض الحالات عم تجينا من خارج منطقه البقاع بيكون عندهم صله في منطقه البقاع، ولكن نحن بنتامل انه في المستقبل نتوسع اكثر. كم عدد الطلاب اللي بتساعدوا بشكل سنوي؟ نحن بلشنا من وقت ما بلشنا رسميا بسنه 2010 كان عندنا 24 طالب سنه 2010، بال 2011 صاروا 45 طالب جامعي، بال 2012 صرنا 72 طالب جامعي، بال 2013 كمان طلع العدد ل 98، والسنه ان شاء الله رح نتخطى ال 125 طالب. حلو كثير. الحمد لله. رقم كثير كبير، وبتصور كمان المساعدات الماديه كمان مبلغها منه هين ابدا. كيف بتامنوا التمويل لهالمساعدات؟ التمويل كان تلبكتوا. لا، التمويل كان لسنه 2012 هو عبارة عن المبالغ اللي عم تيجي من المؤسسين. نعم. ومن بعد سنة 2012 وقت صار العدد عم بيكبر فوق 45 طالب ولقينا في قبول من الناس لهيدي الفكرة، فكرنا أنه لا نفتح باب التبرع للناس وبالتالي يزيد حجم عمل الجمعية، وهيك بلشنا نتقبل تبرعات من الناس. هلأ حالياً نحن بسنة 2015 المؤسسين بشكله وأعضاء الجمعية بيأمنوا حوالي 50% من صرف الجمعية، وفي شيء 30-35% بيجي من التبرعات اللي بتجي على مدار السنة، وفي شيء 10-15% بتجي من استثمارات صغيرة نحن عاملينها للجمعية. حلو. نشاطات أنتم بتقوموا فيها؟ نعم، نشاطات واستثمار تجاري صغير بيرد على الجمعية شوي. دكتور سمايلي، حدثنا تقريبا كم عدد الطلاب اللي بيحصلوا على هالفرصة المميزة. لما بنسمع أنه المؤسسين هن اللي بيأمنوا الجزء الأكبر من التمويل، هل هالشيء بيعني أنه في انتماء سياسي معين للجمعية أو للمؤسسين؟ بالحقيقة الجمعية لا تنتمي إلى أي جهة سياسية. الأعضاء الجمعية قد يكون لهم نشاط سياسي لأي طرف في الدولة، ولكن في الأطراف السياسية الموجودة، ولكن داخل الجمعية نحن لا نتعاطى السياسي، والجمعية هي جمعية مستقلة كامل الاستقلالية بموازنتها وبتصرفاتها، والهدف اللي بيجمع كل أعضاء الجمعية هو عملية التنمية بشكل عام وعملية التنمية التربوية بشكل خاص بالمنطقة. يعني لما بيتم اختيار الطلاب بتغض النظر عن الانتماء السياسي أو من أي منطقة تحديداً هو جاي؟ نحن باللجنة الأكاديمية اللي موجودة بالجمعية هي عبارة عن شيء 24 أكاديمي من مختلف القرى البقاعية مسائبة، أو نحن قصدنا كمان هذا الشيء، وهني هودي يعني ما نحن ما بندخل كثير بحياة الشخصية تعول كل عضو أكاديمي أستاذ جامعي أو مدير جامعة أو غيره، بس تلقائياً طالما أنه هني من المجتمع هني بيمثلوا هيدا المجتمع اللي موجود بالبقاع. بالتالي نحن ما بندخل بتفاصيل لا الطالب ولا العضو الموجود معنا بالجمعية بتفاصيله السياسية أو المناطقية أو الدينية أو غيره. نحن غير أنه تكون الشروط المطلوبة متوفرة. نحن مجمعين كلياتنا، هلأ حاليا صرنا حوالي 90 عضو بالهيئة الاستشارية بالجمعية، مجمعين على هدف واحد هو خدمة هيدا الطالب البقاعي اليوم. هلأ برات الجمعية كل شخص له حياته الخاصة، هذا شيء طبيعي نحن ما فينا ندخل فيها، بس بقلب الجمعية ما عندنا أي توجه، الجمعية ما لها أي رأي سياسي، ومثل ما حكينا أهم شيء أنه تمويل الجمعية بعيد كثير عن السياسي، يعني ما خصه بأي سياسي بالبلد. هدف أكيد بالدرجة الأولى هو تنموي. هل ممكن الطالب يتقدم لهالمنحة أكثر من مرة؟ نعم، كل سنة هو بيرجع بيتقدم للطالب من جديد لحتى نحن نرجع نشوف علاماته إذا بعدها مستوفية، لأنه قد يكون السنة علاماته منيحة والسنة الجاية تصير علاماته مش منيحة، وبالتالي نحن بيخرج من دائرة الاستفادة. حلو. من يعني الجميع. ممكن ترافقوا طالب حتى التخرج؟ إيه طبيعي، نحن أكثرية طلابنا بنرافقهم لحد التخرج. كثير مهم اللي عم تعملوه على الأرض وبهالمناطق بالذات، ولكن هل عندكم أي تطلع على الاغتراب مثلاً؟ نعم، نحن الحقيقة قمنا بجولة بحكم منطقتنا عندها تواصل قوي كثير مع أمريكا الشمالية وخاصة كندا بالتحديد، وعندنا تواصل مع أمريكا الجنوبية، قمنا بجولة على كندا وزرنا عدد كبير من المدن الكندية المطرح ما فيه تواجد للجالية اللبنانية بشكل عام والجالية البقاعية بشكل خاص. نحن من هون نوجه لهم تحية، احتضنوا الجمعية بشكل كثير كبير، ونحن كان هدفنا أنه نعمل تواصل مع الجالية، نعمل فرع للجمعية في كندا، ونشتغل كمان على موضوع التربوي عند الجالية اللبنانية في كندا بهذه المدن،
وكان الحقيقة بهالجولة كان في تواصل مع عدد كبير جدا من أبناء الجالية اللي اعتبروا أنه هذا العمل اللي عم تقوم فيه الجمعية عمل كثير كبير، وقفوا حدنا الحمد لله وساعدوا الجمعية، ونحن بصدد إنشاء يعني فرع للجمعية في يعني كمان. ممكن يكون في عدد من المستثمرين عايشين بالاغتراب، بعرف أنه أكثر من اللي عايشين بالاغتراب والله موفقهم بالخارج، بحبوا كمان يدعموا شباب وصبايا يمكن ظروفهم ما بتسمح لهم أن يتابعوا دراستهم الأكاديمية. نعم، نحن هلأ بالرحلة اللي عملناها ركزنا أكثر على قصة التواصل، نعرف شو كيف الجو اللي موجود هونيك، الجو الأكاديمي، ونعرفهم على الجو الأكاديمي الموجود بقراهن الأم بلبنان. بلشنا حاليا، نحن صار في عنا هلأ 24 عضو من 5 مدن كندية، وعم نأمل أنه نكبر أكثر وأكثر. مرحلة قصة تبني الطلاب من لبنان أو نحن كمان شو فينا نساعد للجالية الموجودة بكندا، هيدي بدنا نبلش فيها بالمرحلة الثانية إن شاء الله. وعندنا تطلع كمان عم بتفكروا حتى تساعدوا الطلاب اللي عايشين خارج لبنان؟ مش مساعدة الطلاب من لبنان إلى كندا، ولكن اللجنة اللي موجودة بكندا قد تساعد الطلاب هونيكي ماديا من إيرادات بتجي طلاب من كندا. اللبنانيين طلاب من أساس لبناني. نعم نعم. وعندنا رؤية كمان إن شاء الله أنه نتوجه فيما بعد، بس لحتى نخلص تأسيس بكندا عندنا رؤية كمان أنه نقرب أكثر على الخليج وعلى أمريكا الجنوبية إن شاء الله، بس بتاخد وقت شوي لحتى تكون بشكل مزبوط. هذه من ضمن خطتكم للخطوات المقبلة، هل في من خطوات أخرى عم بتحضروا لها للسنة المقبلة؟ في عندنا حاليا عم نشتغل على موضوعين. موضوع أول شيء بلشنا نفوت على المدارس أكثر على الثانويات ومساعدات للطلاب الثانوي وتعاطي أكثر مع مدراء المدارس والثانويات اللي موجودة بمنطقة البقاع الغربي والأوسط بشكل أساسي، وكمان جزء من البقاع الشمالي. ولكن كمان هلأ بلشنا بخطوة جريئة شوي، بلشنا نحن وجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع بتأمين نقل مشترك لطلاب جامعة بيروت العربية من البقاع لبيروت والدبية وبالاتجاه المعاكس كمان أسبوعيا لكل الطلاب اللي بيحبوا يشاركوا. هذا النقل رح يكون نقل مجاني بإذن الله، وإن شاء الله بناء على هيدي الخطوة عم ندرس خطوة كمان أنه نبلش نشتغل على نقل كل طلاب البقاع بالجامعات اللي برات البقاع ان شاء الله. لولا هالفرصه الثمينه اللي انتم عم تقدموها لهالطلاب اللي صار عددهم اليوم لغايه ال 125، شو كان عملوا؟ يعني منين كانوا برايكم امنوا دراستهم الاكاديميه؟ يعني الحقيقه الوضع بلبنان بشكل عام صعب، وخاصه بالمناطق الريفيه. الحقيقه كان في عدد كبير منهم استسلموا للاسف، كانوا استسلموا لانه الظروف بتفرض عليهم هالشيء، بالضبط، يروحوا يحاولوا يشتغلوا اي شغله ما بيقدروا كانوا يكملوا دراستهم الجامعيه، وهيدي يعني فرصه تامنت لهم. ونحن في عدد كبير من اعضاء الجمعيه كمان مستفيد من فرص معينه، وهن بصراحه عملت حافز هذا الموضوع لنقدر نكمل ونخلي عدد اكبر من الناس تستفيد من هذا من هالفرصه هيدي اللي هي الجمعيه. بنهنيكم على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها، وان شاء الله تقدروا توصلوا لارقام اكثر بكثير من 125 طالب. شكرا لوجودكم معنا واهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. شكرا لك. وقفه اخيره مشاهدينا، اهلا وسهلا، ومنكمل مع ميك اوفر ومنشوف مصطفى وزاهر لوين وصلوا.